عشرات الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية يومياً، يضاف إليها الرحلات المغادرة والواصلة من وإلى مطار بغداد الدولي. عملية تدر على العراق أموالاً ممكن أن تكون مستقبلاً رافداً لدعم الموازنة العامة في حال جذب شركات الطيران للمرور عبر تلك الأجواء. العراق الآن بدأت الطائرات تزيد عده، وصلت عده إلى حوالي 260 طائرة. هاي 260 طائرة احنا ناخذ على 450 دولار على الطائرة العابرة في الأجواء العراقية، وبالتالي هذه مبالغ كبيرة سترفد بها ميزانية الدولة. ولتفعيل هذا الموضوع افتتحت الملاحة الجوية ممرات قصيرة وأخرى موازية لاستيعاب تزايد طلبات المرور من الشركات العربية والأجنبية. أكو إقبال من شركات طيران، أسسنا ممرات جديدة موازية للممرات القديمة، عملنا على تهيئة بنى تحتية حاليا وقيد الإنجاز إن شاء الله. فيما أهلت وزارة النقل المراقبين الجويين الذين احتفلت بيومهم العالمي للعمل على مراقبة الأجواء العراقية التي من المتوقع أن تشهد تزايدا في الرحلات الجوية العابرة. مهمة المراقب الجوي أنه يخدم الطائرة اللي الأقرب للوصول، لأن هذا تعرف أنت هي مسألة اقتصادية وتلوث وكذا، هواي عوامل بيها تدخل. اللغة لازم عندنا سيبو محدد ليفل 4، إذا أقل من هذا الليفل ما من حقه أنه يشتغل، ما تمنح له السلامة الجوية اللايسنس. لازم تكون لغته جيدة جدا، هو مشمول بالفحص الطبي سنويا، بالإضافة محتاج إلى تأهيل كل سنة يجمع ساعات. إماراتي 942 كونتينتكس فيها كوبك كينكي سيارة سيارة وان رن واتشي رايت. المراقب الجوي يوصف بعين العراقي على سمائه، والذي من خلاله تعزز سمعة الطيران العراقي والأجواء العراقية أمام شركات الطيران العربية والأجنبية من خلال هذه الأجواء التي تمثل فرصة طيبة لمرور هذه الشركات من خلال الأجواء العراقية التي تربط الشرق بأوروبا. من داخل برج المراقبة في مطار بغداد الدولي، عباس نعم، العراقية الإخبارية.